تهاني مولاي رئيس جمعية مرح حرة. جينا اليوم من سبيت للجسرين باش نأسسوا معاهم الورشة اليوم تحت عنوان المرأة والقيادة، الانخراط في بناء مستقبل تونس، تونس المؤنسة، تونس المرأة، تونس اللي من غير المرأة ما كانتش باش تكون على وضعها الحالي ومش باش تزيد تتطور أكثر من هكا. نحن اليوم كنساء وفتيات شابات نمنوا انه الديمقراطية باش يجي نهار وتكون تكتمل صورة الديمقراطية في تونس. نحب نهني ساعة المرأة بعيدها اليوم، ونحب نشد على يد الراجل ونطلب منه ونلتمس منه بكل استحباب انه يدعم المرأة، على خاطر في دعمه للمرأة بالنسبة لي اقرار بوعيه بنسبة للوعي اللي وصلت لها اللي وصل لها الراجل واللي باش يعاون بها وباش يأثر بها المرأة. المرأة كمكون من مكونات المجتمع المدني، خاصة نحب نحكي على مدنية المرأة، مشاركة المرأة وتأسيس المرأة والدور الفاعل المرأة كمكون من مكونات المجتمع المدني. نحب زادة نحكي على انه رغم ذكورية المجتمع اللي قصدت هذا حاجة زادة زادة نقروا بها، رغم ذكورية المجتمع الا انه المرأة اليوم احرزت وجود المرأة في مجلس التأسيسي، وجود المرأة في مجلس النواب، إن شاء الله تواجد المرأة في الانتخابات هذه بتاع البلدية إذا كان باش يكون ناجح 100%، وإذا كان باش يوقع الصورة والبلان داكسيون اللي حاطينه نحن للمرأة، إذا كان باش تنجح فيه المرأة إن شاء الله هذا باش يكون اكتمال للمسار الديمقراطي اللي تسعى له تونس. إن شاء الله هذا باش يكون الهدف اللي ينجح، الهدف السمارت، الهدف اللي باقيين نخدموا عليه.